ليكي تفضلي بنتي، رسالة من خطيبك. شكرا عمي المختار. بأمان الله بنتي. من مين؟ من إحسان يا بابا. يمكن هيك الله كاتب لنا. بتمنى انك تسامحيني، هيك احسن الي والك. بتمنى لك كل الخير وراحة البال. الف الحمد والشكر لك يا رب، شكرا انك استجبت لدعائي. ما عاد بدي شي تاني هلا بنوب. عم تسمعي حالك شو عم تحكي؟ حابب بنت من المدينه، رح يجيبها معه بس بده يجي من الجيش. كتير منيح نفدتي لتصيري مرت ابن المجنون مياس والمعقده ظريفه. كانت مو ظابطه لو نحن اللي قبلنا. ليش مفكرين انه كنت بدي اخلص منهم؟ بقتله وما بخلي بنت تجي محلي. لك فكري بعقلك يا غبيه، مياس كان غني وعنده اراضي بس قبل مو هلا. شو الفرق بيننا وبينه بعد ما وزع اراضي على الفلاحين؟ ما اعطاهم سند ملكيه. استنوا بس لاتزوج احسان، رح روح رجعن وحده وحده بتشوفوا. مفكره المجنون مياس رح يسمح لك؟ ما سمع لظريفه المعقده بده يسمع لك الك؟ رح خليه يسمع مني، انا بعرف كيف اتعامل معه وخليه يسكت. وبعدين هو رجال ختيار، أول عن آخر رح يموت. بنتي يا ريت تحطي لي عقلك براسك وتفكري صح. رستم أغا طالب إيدك، أغا بالحي وغني كتير كمان. الزلمة مرتاح، فيكي تعملي اللي بدك إياه. ما عنده لا أم ولا أب مجانين، ما في حدا يزعجك. الرجال عمره 60 سنة، من وين بده يكون عنده أب أو أم؟ أيوة يكون يعني، هيك بيكون عمره أصغر ومناخد نحن الثروة. إيه؟ بس لازم نقدر نحصل على شي شغلة من هذا المجنون مياس. إيه ضروري، خصوصاً بعد اللي عمله ابنه هلأ. صار لنا عليهم حق غصب عنهم، لازم يعوضنا بأرض أو بمصاري على الأقل. ها؟ هاتيا قوم نروح. ما تضلي هيك، ابكي بيني إنك زعلانة. مياس مياس يا مياس، شو بدك؟ اللي ليش جاي عم تعيط مثل البقر؟ شو هذا يا مياس؟ هاي ورقة شو يعني؟ قصدي على المكتوب يا مياس، ابنك كاتب انه بده يجيب معه بنت من اسطنبول. شو يعني هذا الحكي؟ وهي ليش عم تبكي؟ كيف يعني ليش عم تبكي؟ شو نسيت انها خطيبة ابنك؟ اكيد بدها تبكي. ليلى امي بدها ياكي. بدي اياك تعمل اللي لازم ينعمل مياس. شو بدك يعني اعمل؟ بدك امنع الحب يعني؟ الحب هو الحب، نفكر انه في قوانين بالحب؟ شو بيقولوا العشاق؟ الانسان ما بيعرف حياة الا لما بيعشق. نحن شو بيفيدنا هذا الحكي يا مياس؟ ابنك زلنا ونزعلنا سمعتنا بالضيعة، ما حدا بياخد بنت خطيبة تاركة. أو بتوفي بوعدك وبتاخد بنتي، أو بدك تضطر إنك تعوضني بأي طريقة. رح أترك القرار لحضرة الآغا مياس. وأنا قررت. إيه الحمد لله إنه تبت والله هداني، تبت عن الخناق والمشاكل. الحمد لله الله رضيان علي، وإلا والله ما ضليتك واقف في أرضك، كنت قسمتك نصين. يلا على البيت، ما عاد في عرس ولا الآغا حتى. إذا مفكر إنه القصة خلصت هون بتكون غلطان. أنا فرجيك. والله برافو عليك يا أحسان. والله برافو عليك يا أحسان، منيح ما أخذت هالبنت البلا أخلاق. الله يرضى عليك يا ابني، وكمان إذا تعلمت العزف على البزق يا الله قدي رح كون مبسوط. اسمعي بنتي، إذا حطيتي إيدك بإيدي رح نخليها تندم على الساعة اللي إجت فيها، رح تطلع من هون ركض عم تقول رجعوني على اسطنبول. وهيك أخي ما رح يزعل؟ ما رح نخلي أخوك يعرف شو بدنا نعمل. بس يا أمي ظريفة، المشكلة مو بس إنه نخلص من البنت، كيف بدنا نخلي إحسان يبطل يحبها؟ بالأول حاج تجعري، ما عم تسمعي شو عم قلك؟ رح نخليه يكرهها وما يطيق يطلع بخلقتها، وبس يشوفها كأنه شايف حية.
فهمتي علي هلا؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.